لكن صاحبك بقلب ملاك امتى؟ لما يكون ابوك في الموضوع. يا ابويا سلامات يا حسام. كيف حالك؟ عافو عافو، كل يوم بتعرفنا عليه. عافو، ايش اخبارك؟ الحمد لله. ايش كيف ريحتك رم يا ابو ريحه؟ كمان دخان بتدخن؟ انا بدخن يا ابو. بتدخن يا ابو؟ يلا شوف انت بتدخن. ريحتك ريحتك يا ابو. انا بدخن يا هشام. بالله عليك دخن يا هشام. والله يا عم انا سيبك حط الصبح على شقه واحكي الحال. انا بدخن الصراحه. والله بدخن دائما. بقول للراس اللي فيش فيه كيف حلاقي قطعه بالسير. دائما بقول لي زي هيك، بقول لي سيبك من الدخان. اكم مره يا احمد قلت لك سيبك من الدخان؟ اقسم بالله العظيم يا عمي اني حدثت احمد كثيرا عن موضوع التدخين واضرار التدخين، ولكنه لا يسمع لحديثي البتة. وهذا طبعا يا عمو والعياذ بالله، بغض النظر عن حرمانية التدخين، إنه حرام شرعا. الفاضي يا عم اللي فيه. شوف صاحبك كيف زي الشجرة المثمرة، بس أنت شجرة مخمجة.